لنا سؤال تاني، وهو كيفية بر الأم بعد وفاتها. كيفية بر الأم من بعد وفاتها، أطال الله أعمار أمهاتنا جميعا يا رب يا العالمين. رب. بس فعلا هل في بر ممكن بيقدم إلى الأمهات بعد الوفاة؟ أيوة، أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة عنده والسلام. والديه توفوا، فهل بقى من بر يا رسول الله؟ أبرهما بهما بعد وفاتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الصلاة لهما. الصلاة لهما يعني أدعي لهم، والاستغفار لهما، وإن يعني نفاذ عهدهما ووعدهما، اللي أي أمر هم وصوا بيه أكون محققه، كمان إني أكون واصل لصلة وأكون واصل للرحم الذي لا يوصل إلا بهما. يعني أهل لأمي أو لكذا بصلهم، عشان أنا بصل أمي بهذا الأمر حتى لو بعد ما توفت الأم. عندنا كمان من الأمور إكرام الصديق للوالدين، أصدقائهم كمان. يعني شوفي التدرج قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم علمهن، عليه الصلاة والسلام. ابتداء كده بأن أدعي الدعاء والاستغفار ليهم. كان سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه، اللي هو والدته أسماء بنت أبي بكر الصديق، ووالده الزبير بن العوام، كان بيسمعوا الصحابة كده وهو في صلاته بيسجد وبيدعي ليهم، اللهم اغفر للزبير بن العوام، اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر. فالدعاء ليهم محدش يستهين بيه ولا يستقل ولا يستصغر هذا الأمر. فالدعاء ليهم أحياء وأموات بيكون سبب للرحمات. الدعاء ليهم في وهم أموات، أيوة طبعا بيكون سبب، وهم في القبور ينير لهم القبور، وهم في قبورهم يكون سبب لرفع الدرجات طبعا. فما استهينش بده. كمان ايه؟ صلة الرحم، انفذ وصيتهم لو هم كتبوا وصية لا تخالف شرع رب العالمين، ان اصل الرحم التي لا توصل الا بهم، واكرام اصدقائهم بعد وفاتهم. فطبعا دي يعني رد للسائل او السائلة في هذا الامر يعني. وطبعا برضو يجوز الواحد يحج ليهم او يعمل ايوه عمرة، طبعا ولكن طبعا. سؤال، يعني الاهل اللي ما كانوش عملوا حجة قبل كده في حياتهم، ايوه هل فعلا الولاد ينفع يعملوا حجة يحق. طبعا وتحسب لهم حجة؟ طبعا ايوه طبعا، دي من الامور القويه والجميله جدا. يعني يا رب يكون كل حد قادر ان يتصدق بقى الصدقات المختلفه بقى، والخير المختلف، من مال، من صدقه جاريه، ان يعمل ليه عمره ويهدي لها الثواب ليها. الحج طبعا لو هي ما حجتش، ثواب اللي هو الحج الفريضه جائز عند اهل العلم ان احنا نقوم بده. طبعا كل دي اوجه بر مختلفه، فكل حد بقى بيتنوع فيها كيفما شاء. ويمكن نصيحه بقى بنقولها، او كلمه مش هنقول من جبر الخاطر، يعني رب العالمين من اسمائه الجبار يجبر بخاطر كل حد، لكن في ناس بيبقى عندها اليوم ده في ماساه شديده، وانتوا بتحتفلوا، احنا عندنا من الحزن والاسى لفقد امهاتنا في هذا اليوم، ده بيقلب علينا الاوجاع. هي يعني لو تقبل هذه النصيحه، نبقى عارفين كده ان رب العالمين كتب لكل حد نصيب من الابتلاء، ان احنا لازم نكون راضيين باقدار رب العالمين علينا. ومن ضمن أقدار رب العالمين إن يبقى فيه شيء من الأخذ، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من أموال. يعني رب العالمين جعل لينا نصيب من الابتلاء، نصيب بسيط من كتير، يعني جعل لينا أمور مفتوحة كتير في الدنيا، خد منها شيء بسيط ابتلاء. هل نصبر على هذا ولا لا؟ هل هنكون قادرين، يعني قادرين ان احنا نعدي هذا ونحتسب الامر عند الله ولا لا؟ فيا رب تكون كلمه يعني في محلها كده للجميع، ويكونوا راضيين بقضاء الله، ويبدلوا هذا الزعل والغضب او كذا باعمال صالحه للام.